تفهم حالة النهج لازمك تستوعب تاريخ تونس، كل شيء مربوط ببعض وسجل. خرجنا المحتل ومشي في بينا بشنو اللي هو سويسرا، أما كيما قلتلك فما كان السيمين هوجة تبدل. رودي مالتي ولا اسمه مونجي سلين، وبور دو فرانس رجع ببحر. صديقي ما تحس في الساعات اللي التاريخ قاعد يتعاود. كي مشاو لقورة خرجنا من زناق الضيق اللي ورا الحيوط واحتلينا السونتر فيل. وسط البلاد قاعد كيما هو، تهبط الباب بحر تقول هبط القمر، مريق وشعر ممشو. نهج البوستة كان سير عشي يخدموا فيه ديزافوكا، قهوة لقطات سكنت بار ومقابلتها سينما سيني سوار. الناس معينا توا كل مرة الناس مع تحت فيها رواح ومسكون ووقتاتس وما نعرشنية، ذي الكل أنا توا بديت نكتشف فيه عرفت، أما الحق ما ريتش أنا لقطاتس خاطر فما قهوة لقطاتس، هذه حاجة ضحك اللي أنا كي خدمت عيطولها قهوة لقطاتس، ماشي في بالي خاطر فيها زبابر بنات زبابر يجيو هذاك عليها عيطولها قهوة لقطاتس. ما راني كان ظهرت قهوة لقطاتس خاطر النهج مليان بالقطاتس. أه؟ هاني قاعد نحرك شوية زياد، لاباس أنت؟ تو نطل عليك، تو نطل عليك بإذن الله. هذي هي برا مدينة العرب. باش تقاري لي ارجع من خويا من الاول الدنيا كيك الناس ديجا بجنبك السينما هذا في الثمانينات كان سينما والباب نتاعو من هنا ويتحل على ناس موجودين. كنت لك برخه عند رام برخه وقتاش تونس جيت عام 80 واش قالوا فيه كيف كان مش كان وكان كان جماعة كانوا هذم حالين بتاع كورسة يخدموا بالكورسة، وكانت الطاولة هذيك تخدم كورسة شيء دعم كل شيء. عام 50 كانت كورسة بتاع زوي تعرف الكفارس اللي كانوا في ناجي حبيب بورقيبة، هذا كان عنده كروسة غاد ما أفوكاتية هنا في الشوكة، وكان أفوكا زادة وين فما شعب الفتح مو. أنا في تصوري هذا نهج تاريخ، هي رو دو لانسيان بوست البوسطة القديمة، هاك البيت اللي تشوفيه هذيك كانت هي أول بيت تلغراف. وريت أني أنا في بورت دو فرانس يعني في السرة متاع البلاد، دخلت نلقى محامين قبلي موجودين، نلقى البنية العساري، البنية كان فيها متر دارمون اللي كان عميد محامين في عهد فرنسا، واللي كان من جملة اللي تربصوا عنده في المكتب نتاعو المرحوم المونجي سليم، الأستاذ المونجي سليم اللي هو محامي وتربصوني وخدم هنا. والنهج هذا اللي كان نهج المالطين تسمى بعد استقلال تسمى نهج المونجي سليم باسمه هو. سنين الأولى البلاد قاعدة مخلط، برشا خرجوا عم أولاد البلاد قاعدوا، اليهود اللي رفزوا الجنسية والقرى اللي تولدوا وكبروا في تونس. بورقيبة مشيها صحيحة، قالك شنو اليوم تحضرين سنتروفيل قاعدة فيترينا مزيان، نظام نظافة وحيوت مدهون، وتونس كالعادة محلولة للعالم. مش فرغت قينت شوية وقت خروجهم ومشيوا على رواحهم، الوقت ذاك مانيش مركزين على حوايج. احنا ما يهودي ما نقولوش يا يهودي، سميه باسم هو صاحبي ولا حاجه، متعاشرين مع بعضهم كيما هذاك دينه يهودي وهذاك دينه عربي، ومتشاركين في ريستورون بار مثلا كيما المغرب توا اليهود توا سايغية واحد وصديقه تلحمت بيناتهم وكل شيء. احنا لا ذكرهم على فلسطين وعلى برشا حاجات، وفي الدين ما لا تاكل معاه لا تشرب معاه لا حتى شيء. فيهم الخدام وفيهم الصناعي كانوا يخدموا ياسر الفضه والذهب ويخدموا النحاس وكان كان فما شيء من العلاقه الباهيه ما نخفيش، وانه في وقت من الاوقات اللي احنا نسميهم الزوفريه كانوا يتجرؤوا على اليهود باش يسبوهم ويقولوا استكتبوه جدو، وكان العاقلين في البلاد يقولوا يا ولدي هذا حرام
هذوك راهو امانه ما بين يدينا ولازم نحافظوا عليهم. كذلك في المالط انا خلطت على الكروسه، الكروسه والشمله اللي يلبسها وكذا السروال العربي اللي يلبسه مالطي، وهو اللي كلمنا بك اللغه المعوجه اللي احنا صغار كنا نسموها عندنا لا دولورا، معناها نوز افون لا دولور، يكلمنا بكلام شطر عربي وحويا يا حويا، شطر عربي وشطر فيه الطلياني وفيه الخليط، يعني كانت مكون من المكونات الاساسيه متاع وجودنا. ان كان فما فئات مختلفه ومتنوعه، وكان ما بيناتها وئام وسلم. انا اكد لك في المحاماه مثلا، انا خلطت على المحامين اللي كانوا يرافعوا بالفرنساوي، ثم جات الاوامر باش تولي المرافعات نتاعهم بالعربيه، لكن يسمح لهم بتقديم التقارير اشترها عربي واشترها فرنساوي. ومات الزرماتي كان يرافع بالفرنساويه، وكان فما مترجم من المحكمه اسمه سلكامرجي كان هو يتولى الترجمة إلى اللغة العربية، يترجم المرافعات متاع المحامين اللي يتكلموا بالفرنساوي. العينين مغمضة تبعنا بورقيب، كل شيء كان ماشي منظم، وفقنا مؤخر اللي السيد خرف وعيشنا معه في أوهام. كي حلينا عينينا نلقاو سنتر فيل فرغ والحيوت بدات تتيح، حتى من مدينة تهلكت، وإحنا كالعادة نسينا التاريخ، نحينا ديكتاتور ذاوي وحكينا في بلاصتو بن علي. نهج البوستة فرغ، خرجوا منه ليزافوكا، سكروا السينما والبندوش، قعد كان عم رشيد صحابه وكليونيت. نهج القصبة تو الحانوت الأولانية متاع نهج القصبة كانت بها الشباب شي اسمه اليهودي اليهودي كان يبيع بالشراب. هاي هاي نهج زاكون. تعرف شكون في ظهرنا ما في ظهرنا؟ الاتحاد العام التونسي للشغل ناجي محمد علي، والسوق الراقي نتاع الاقمشه في تونس ناجي محمد علي كان السوق الراقي نتاع الاقمشه. وقدامنا مجموعه نتاع مكتبات، مكتبه اولى ومكتبه ثانيه صليبه، بحيث احنا منطقه نتاع ثقافه هون، منطقه فينو ماناش في بقعه معوجه اللي يحق لنا باش نراو الطيوس معبيه بالوسخ ورا الزبله في القاعه والذبان يقن. يا ليت هذا يرجع الى الذهن باش بالاقل يكون فما تناسق في المنطقه. فالمنطقه كانت منطقه محترمه في الحقيقه، ما كناش نحسوا فيها في لا في خطوره، لا فما خطوره في الليل ولا في النهار ولا فما هل اللي قاعدين نشوفوا فيه توا. جاي تاريخ في عام 80 81 الفصايا اللي تعاركوا اللي تحكم له يبنك غاديكا يز حشاك شراب تقام حلق حلق ويشربوا وذكا على زيت لا نقص وكل الاختص هذاك مات هز الصندوق نتاعو كلك قعد الناجل مريقل بل ما كانش توا هو اللي خلق فيه. أما قبل فيهاش الحومة هذيك حتى شيء، ما ثم حتى قلق، كنا نبنكو إلا في البطحة هذي. من التسعينات النهج رجع لحالته قبل الاستعمار، وين المالتين وتلين كانوا مكتسين وعايشين في وسط القمم. القورة خرجوا، أما احنا قعدنا، والتاريخ قاعد يتعاود صديقي. استنسنا بالخمج وريحة البول حشيك، استنسنا بالزبلة المفرتة والبربيش، استنسنا زادة بالفوض، أما زعما حتى الوقت. بلاش باش نفيشوا على الناس ولا باش نتعداو عليهم. اوه كسرتها كرهبت الراجل. القانون هو اللي وصلنا الحق، والقانون معاك. انت تعرك ناوي الاخر. فما قاعده